شايفين كده تحرك اتوبيس النادي الاهلي في اتجاهه لاستاد القاهره. المسافه مش بعيده، يعني اعتقد ربع ساعه بالكثير جدا. طبعا بيبقى في تجهيزات مروريه لتحرك اتوبيس اي فريق، يعني مش اتوبيس النادي الاهلي بس، لان كلها بتبقى امور وتجهيزات قبل كل مباراه وعشان الفريق يوصل في ميعاده. واكيد بيبقى في متابعه كبيره جدا لمباراه كره القدم بشكل عام في مصر، ما بالك طبعا مباراه النادي الاهلي. فبالتالي ان شاء الله باذن الله الأمور تبقى جيدة ونشوف مباراة نتمتع بيها، واحنا بنحب نتمتع بالكورة كشعب مصري يعني. لكن طبعا كل أهلاوي يتمنى فوز النادي الأهلي في كل الأحوال، سواء هيتمتع ولا مش هيتمتع. طبعا نفسه يبقى المتعة موجودة، الأداء يكون جيد، لكن الأهم دايما بيبقى النتيجة، لأن النتيجة دي هي اللي بتجيب البطولات، هي اللي بتفرح الجماهير في كل الأحوال يعني. حتى لو الأداء مش هو يعني، ووارد جدا في بعض المباريات يبقى الأداء قليل شوية، لكن الفترة الحالية ما شاء الله لا قوة إلا بالله على النادي الأهلي، أداء ونتيجة وتصدر لبطولة الدوري وانتصارات متتالية بإذن الله نوصل للانتصار الثامن النهاردة من خلال مباراة الاتحاد السكندري. التجهيزات كلها قائمة، الاستعدادات كلها جيدة بالنسبة للفريق، وإن شاء الله بإذن الله يوصلوا بالسلامة لاستاد القاهرة وبإذن الله يخوضوا هذه المباراة بالشكل المطلوب اللي بيرجوه كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. طيب خلينا نروح للشروق. موقع الشروق قال ايه؟ قال ان